تعالوا بقى نطمن على الفريق ونروح لزميلنا العزيز شريف شعبان مراسل قناه الاهلي، طمنا على استعداد الفريق قبل مباراه طلائع الجيش النهارده. اتفضل يا شريف. تحياتي ليك يا كابتن ايمن ولكل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. مباراه الاهلي وطلائع الجيش في التاسعه مساء على استاد الجيش بالسويس، يا رب باذن الله يكون التوفيق معانا اليوم ونفوز على فريق كبير هو فريق طلائع الجيش. يمكن مستر بيتسو موسيماني في التمرينه الوحيده قبل لقاء طلائع الجيش يمكن امبارح عمل محاضره فنيه اتكلم فيها عن نقاط القوه والضعف. الان يا كابتن ايمن بكلمك او بطلع معاك هوا من قاعة المحاضرات اللي انتهت منذ قليل، القاعة اللي اعلن فيها مستر بيتسو موسيماني التشكيل اللي هيخوض به لقاء طلائع الجيش. ويمكن النادي الاهلي في المحاضرة اللي بتسبق المباراة اللي بيعلن فيها التشكيل بيتكلم مستر بيتسو موسيماني عن التشكيل، وكمان بيبقى فيه كمان محاضرة فيديو صغيرة جدا بيتكلم فيها برضو عن التكتيك اللي عاوز يلعبه في مباراة اليوم امام فريق طلائع الجيش. يا رب باذن الله يكون التوفيق اليوم من نصيب النادي الاهلي. النادي الاهلي بدا يومه في 11 صباحا في وجبه الفطار، وممكن الغداء كان في 3 عصرا، وكانت المحاضره في 5:30. يمكن فندق الاقامه بيبعد عن استاد اللقاء حوالي 25 دقيقه. يا رب باذن الله يكون اليوم يوم سعيد لكل جماهير النادي الاهلي. طبعا بيحكم اللقاء اليوم الكابتن ابراهيم نور الدين، يا رب باذن الله يكون موفق ويدي الفريقين كامل العداله التحكيميه. حكم الفار اليوم الكابتن محمود بسيوني، يا رب باذن الله يكون موفق، لان الفتره الاخيره النادي الاهلي تعرض لظلم شديد مع حكام الفار. يا رب النهارده يكون موفق ويدي الفريقين العداله التحكيميه في غرفه الفار، ومحدش خالص يتظلم اليوم. وباذن الله النهارده النادي الاهلي يقدم لقاء ولا اروع ولا اجمل ويفوز على فريق كبير هو فريق طلائع الجيش. النهارده غيابات النادي الاهلي السوليه وبدر بنون ومحمد شريف. محمد شريف اللي بفرحك طبعا كابتن ايمن، محمد شريف هيشارك بكره في جزء من مران النادي الاهلي، وبعد بكره باذن الله هيشارك في جزء اكبر. فباذن الله باذن الله باذن الله محمد شريف يكون ليه دور في المباريات المقبله مع النادي الاهلي. دي كل كواليسنا قبل لقاء الاهلي وطلائع الجيش اللي هتكون في 9 مساء. يا رب باذن الله، يا رب باذن الله يكون اليوم يوم سعيد لكل جماهير النادي الاهلي ونفوز على فريق طلائع الجيش. اعود اليك من جديد كابتن ايمن، اتفضل. شكرا جزيلا الزميل العزيز شريف شعبان.